وإن من أعظم المصائب التي تواجه الموحد أو الموحدة بعد الالتزام هي معاداة الناس لهم، وبالأخص الأقارب والأهل. طبعا المعاداة والأذى لا بد منها في هذا الطريق، لأنها سنة الأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل كلهم ذاقوا هذه المرارة من قبل أقوامهم وأقاربهم، وعاشوا الغربة الحقيقية مع أقوامهم. وكما قال ورقة بن نوفل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الوحي ولم يكن يعرف حينها ماهية الأمر وعظمه: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجيهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، ومن الطبيعي أن يتعجب ويفكر بما يفكر به كل موحد يدعو الناس إلى التوحيد. يعني هذا التوحيد الذي أدعوهم إليه إذا كان فيه نجاتهم من الجحيم وفوزهم بجنات النعيم، فلماذا يخرجونني ولماذا يعادونني؟ فقال ورقة رضي الله عنه: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي. فالمعاداة والأذى لابد منها، وهذا الأمر يعيشه كل من عرف التوحيد ولزمه، فإنه ما إن يدعو الناس والأهل والأقارب إلى الهدى إلا ويقابلونه بالسخرية والتكذيب، ويتهمونه بالجنون وذهاب العقل، ويا سبحان الله. وبعد ذلك تبدأ مرحلة ثانية من مراحل الأذى، وهي التهديد والمعاداة والتضييق. يعني لا يكتفون بالسخرية والتكذيب والإعراض، لا، بل يعادون ويهددون ويضيقون حتى يترك الموحد هذا الأمر، كما كان يفعل المشركون بالأنبياء والرسل. قال تعالى عن قوم نوح: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقال عن قوم لوط: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال جل شأنه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وكان المشركون من أهل الصحابة، بل حتى في زماننا تجدهم: هذا الذي يهدد ابنه إن لم تترك هذا الأمر سأمنعك من الإرث، وذاك يهدد إن لم ترجع فسأطردك من البيت، وذاك يهدد لا أزوجك ولن تنال مني درهما واحدا إن لم ترجع عما أنت عليه. طبعا وهذا الأمر بالنسبة للرجل الموحد أهون عليه من المرأة الموحدة التي تعاني من هذه المشكلة. فالموحد رجل إذا ضاق به الأمر يخرج من البيت أو يسافر أو يهاجر إلى مكان حيث يتواجد به الموحدون، ولكن الموحدة تبقى مع أهلها وتصبر على المرارة والمضايقة التي تعيشها من قبل الأهل، وتعيش الغربة الحقيقية لأنها تخالفهم وغريبة عنهم بالفكر والسلوك والعقيدة والمعاملة وحتى بالعبادات. والمصيبة الكبرى عندما يضيقون عليها ويجبرونها على ارتكاب المخالفات ويمنعونها من بعض الواجبات قهرا والعياذ بالله، ويرفضون من خطبها من الموحدين ويجبرونها أو يحاولون تزويجها ممن يرضونه ولا ترضاه من المشركين، والله المستعان. طبعا مع هذا فإن لهذه الغربة جزاء عظيم لمن صبر وثبت، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر الصابرين على البأساء والضراء المحتسبين الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى وفي سبيله سبحانه وتعالى، فإن لهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، وما إن يضعوا أول قدم في الجنة إلا وينسون ما حل بهم من الأذى والنصب. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فيا سبحان الله، إن كانت الصبغة أو الغمصة في رواية أخرى تنسي ما حل بالمرء في الدنيا، فكيف بقوله تعالى: خالدين فيها أبدا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الطريق ولا يأخذنا إليه إلا ونحن قد حققنا الغاية التي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجلها هذا، والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.